الصومالية ستتقدم بشكوى رسمية إلى دولة الإمارات العربية متهما إياها بانتهاك القانون الدولي، وأعرب عن أسفه لتعامل الإمارات مع إدارة أراض في الصومال مباشرة. تصريحات الحكومة الصومالية تأتي بعد إعلان رفضها اتفاقا بين دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على خليج عدن. ويذكر أن لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب في إريتريا وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن. وكانت شركة إماراتية قد عقدت العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بقيمة 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط. أرض الصومال كانت قد أعلنت انفصالها عن باقي الصومال عام 91، إلا أن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع أرحب معي هنا في الاستوديو بالمستشار السابق في الرئاسة الصومالية السيد حسن عبدي حيلة. سيد حيلة، بداية، ما هي الأسس القانونية التي تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة تعقد اتفاقا مع دولة لا يعترف بها دوليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو السؤال الذي يقلق يعني المجتمع الصومالي الآن. لماذا في ظل هذا الظرف التي يعاني الصومال من تدخلات الأجنبية في شؤونه السياسية، لماذا تأتي دولة شقيقة وعزيزة على مجتمع الصومالي، منطقة يعني الخليج كلها منطقة عزيزة على الشعب الصومالي، وثانيا يعني الإمارات كان لها علاقات جيدة تاريخية مع الشعب الصومالي، فلماذا الإمارات العربية المتحدة مع كل الاحترام تأتي لكي يعني تقوم باتفاقية يعني إنشاء قاعدة عسكرية في أرض في الصومال؟ أنا لا أعتقد. ولكن هذه القاعدة يعني المعلومات شحيحة، يعني حتى عند البحث عن هذا الموضوع تجد القليل من المصادر الموثوقة التي تستطيع من خلالها أن تستقي معلومات عن مضمون الاتفاق. هل لديك أي معلومات عن ماهية الاتفاق بين الإمارات وأرض الصومال؟ كلها عن هذا الأمر هو السمعيات وأمر غيرها. البرلمان الذي يسمى برلمان يعني الأرض، جمهورية أرض الصومال، يعني الأسبوع الماضي يعني أيام قليلة ماضية يعني قال إننا يعني أعلن بأنه يتفق مع يعني مع الإمارات العربية بإنشاء القاعدة العسكرية في مدينة بربرة. هذا هو مصدر الأول. وهناك بعض المعلومات نشرت في الجريدة الرسمية لتلك الدولة الانفصالية في شمال الصومال، لكن من ناحية دولة الإمارات حتى الآن لم يسمع شيء يعني يذكر لها. لكن الحكومة الصومالية، وهو هذا سؤالي، يعني لماذا لم تتواصل الحكومة الصومالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن تقدم شكوى؟ أصلاً يعني إن العملية يعني جاءت في فترة تنتقل الصومال من رئاسة يعني التي يعني انتهى ولايتها، معناها يعني انتخابات التي يعني اتت برئيس جديد للبلاد في فتره يعني انتقال سياسي، فالامر كله يعني ظهر في هذه الايام في ظروف غير مستقله. في غير مستقله. طيب اذا هل ظروف الصومال غير المستقله الامارات العربيه المتحده مسؤوله عنها اذا كان هناك غير استقرار ولا توجد هناك حكومه مركزيه؟ فما ذنب الصومال مثلا الامارات ان تعقد اتفاقيه مع حكومه بين قوسين تبدو مستقرة وأكثر استقرارا من حكومة مقديشو؟ هذه الحكومة المستقرة التي نتمنى لها أن تستقر، لأنني أعرف الظروف التي أوجدت تلك الحكومة، سواء كانت سياسية تاريخية أو يعني الحروب التي حدثت في يعني في الحرب الأهلية يعني التي أسفرت يعني تفكك المجتمع الصومالي إلى دويلات إلى والعودة إلى الحالة التي كانت قبل الاستعمار، حالات يعني كل قبيلة يعني عادت إلى أماكن تواجدها. فأعلنت يعني حكومات يعني تشبه يعني كاتونات سياسية في وهنا أسألك سيد حيلة، هذه الاتفاقية ألن تعزز الانقسام داخل الصومال؟ لا شك هذا وسترسخ ذلك الانقسام. لا شك الصوماليين في 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 أنحاء البلاد وفي خارجها، المجتمعات الصومالية تعيش في يعني في الغرب الآن يتساءلوا لماذا الإمارات العربية التي كانت ينبغي أن تحافظ أول ما يعني ما تقوم بها أن تحافظ على وحدة الشعب الصومالي وأن تشجع الصومال في
في وحدتهم، وان تاخذ دور الشقيق الذي يحاول يعني لم شمل الصومال، فلماذا تذهب الى هناك يعني وتقوم بعقد قاعده عسكريه في القرن الافريقي؟ وتاريخ يعني القواعد العسكريه في القرن الافريقي معروفه، محمد سياد بري الذي كان دكتور شخصيه استبداديه دكتاتوريه رفض القاعدة التي ضربت منه الاتحاد السوفيتي أيام. ولكن هذه القاعدة مختلفة سيدي، هذه القاعدة يعني على نظريا ستستخدمها، أو المصادر تقول إعلامية بأن الإمارات ستستخدمها لضرب الحوثيين، ألا يبرر ذلك الهدف أو تلك الغاية الوسيلة التي قامت بها الإمارات؟ لا شك أن نتفهم أو الإنسان يتفهم ما يقلق المجتمع يعني الخليجي ككل والمجتمع العربي بما يحدث الآن في اليمن. لكن اليمن يمن يعني ربما الحوثيين منهم يعني والحكومه يعني الشرعيه منهم وعليهم منهم، لا هو الشعب اليمني الذي خطر يعني. فالصومال كان ينبغي الا يتورط في هذه الحروب، لان اليمن ربما تعتبر يعني الشقيق العربي الاقرب الينا، ولنا يعني اكثر يعني من اي زاويه يمكن ان يؤثر هذا التدخل الاماراتي في الصومال من خلال قاعدة عسكرية ستضرب بها الحوثيين سيؤثر على الجالية الصومالية الموجودة أيضا في اليمن؟ لا شك يؤثرها، وهناك جالية يعني يمنية أو مجتمع من ضمن المجتمع الصومالي مجتمع ينتمي إلى اليمن تاريخيا، لكنه صومالي وهو يعني شخص يعني مجتمع رائد في الصومالة نفسها، يعني يمني من أصول يمنية، لكن ساهمت في الثقافة وساهمت في استقلال الصومال وساهمت في مجالات كثيرة حتى المجال العسكري والثقافي. فاليمنيون يعني مندمجون مع المجتمع الصومالي، لكن ربما معظم اليمنيين قد يكونوا ممتنين لكم يعني اذا كان ذلك التدخل العسكري يساهم بتحريرهم من مجموعه احتلت الدوله وسيطرت عليها. يعني ليس هناك اي احد له شعور في العروبه وفي الصومال يعني يحبذ ما يحدث الان في اليمن. القاتل والمقتول يمنيان، وما يعاني هي الاسره اليمنيه. فبدل أن نساعد في ظل يعيد لليمن وحدته وتماسك كصوماليين، لأن اليمن لم يتدخل في حروبنا في أيام الحروب الأهلية في الصومال، لم نجد أن اليمن يعني يصلح مجموعة معينة ضد مجموعة أخرى. فنحن لا نريد أن نتحمل هذه الحمل الثقيل للمجتمع يعني اليمني. وكذلك الإمارات يعني كانت تعتبر بالنسبة للصومال لا غيرها يعني ملجأ، عندما كانت الأوضاع الصومالية كانت تدهور، الإمارات العربية هي التي يعني أعطت فرص وأكثر من فرص للمجتمع الصومالي الذي كان يتواجد بينها، والتجارة الصومالية ما زالت مزدهرة بسبب يعني لا دولة أخرى في يعني في منطقة الخليج، لكن الإمارات العربية نفسها. فنحن مشكورين للمجتمع يعني للشعب والقيادة في الإمارات العربية، والشيخ زايد كان له طريق يعني. طيب هذا الامتنان ألن يجعل موقف الحكومة الصومالية محرجا أمام الإمارات إذا كانت ستتظلم دوليا وسترفع شكوى أمام المحاكم الدولية ضد دولة ربما يكون الأسلم لها أن تخاطبها مباشرة؟ لا شك أنا أظن أن أحد مسؤولي الحكومة السابقة هو الذي قال هذا الكلام، وسمعت أنه يعني يقدم شكوى للأمم المتحدة، والأمم المتحدة يعني المكتب الأمم المتحدة في الصومال رفض هذه الاتفاقية، فقال أنه غير يعني قانوني بالنسبة، لأن هذه الدولة التي يعني إذا تم هذه الاتفاقية معها هي دولة يعني انفصالية لا يقبلها المجتمع الصومالي في كل أحيان، هو من ضمن المجتمع الصومالي، وهي يعني كانت تعتبر يعني دولة يعني مجتمع رائد لوحدة الصومالية. ولكن بما أنك فتحت هذا الملف يعني ملف الانقسام بالنسبة لأرض الصومال، لماذا استقرت أرض الصومال فيما لم يستطع باقي الصومال أن يستقر ونجحت وفشل الآخرون؟ لا شك إن في هناك يعني ظروف تاريخية بالنسبة للحرب التي قام بها المجتمع الصومالي ضد النظام السياد بري، تعتبر حركة SNM التي تعتبر الحركة الوطنية الصومالية التي كانت يعني تعتبر حركة التي يعني قاوم فيها المجتمع في شمال الصومال ضد يعني السياد بري، كان من أنضج يعني الحركات التي حاربت ضد السياد بري. أما الحركات الأخرى ظهرت فيما بعد، فهذه الحركة تماسكت وما زالت تتماسك، فنقرت يعني انتقلت من الحركة مقاومة للحكومة استبدادية إلى دولة،
فنجحت في 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 مجالات كثيرة. أما في الصومال كما نعرف الحركة التي حررت البلاد من سياد بري والحركة التي كانت يعني جنوبية خالصة حصل بينها انقسامات سياسية وصراعات سياسية وكل يعرف ما حدث بين السيد علي مهدي وسيد جنرال محمد فارح عديد. فما زالت مقديشو تعيش في ظرف في 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 ظل هذا الظرف وما زالت ما زال أقول هذا الكلمة حتى الآن لم يحدث يعني التقارب بين يعني الجنوبيين والمصالحة بين الجنوبيين في هذا الشكل ومصالحة عامة بين هل هناك فعلا جهود حثيثة الآن لتوحيد الصومال للمصالحة بين كافة الأطراف الصومالية؟ لا شك إن ما فشل به الرئيس الذي انتهت ولايته هو لم يحاول رغم إنه يعني وضع أحد بنوده بالمصالحة الجيدة مصالحة اجتماعية بدءاً سياسية. لكن الرئيس الجديد الآن الذي اختير حاليا نتمنى منه هو قال إنه يعني يحاول يعني يعدي أولوية بالمصالحة الصومالية الفعلية. فإذا تصالحت المجتمع الصومالي فهذه الانقسامات إن شاء الله يعني يعني ستزول بإذن الله الكريم. هذا ما نتمناه. شكرا لك المستشار السابق في الرئاسة الصومالية حسن عبد وحيلة. أشكر جزيلا. إلى اليمن أعزائي المشاهدين حيث